ننتقل إلى جامعة الدول العربية التي استقبل الأمين العام لها أحمد أبو الغيط رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في مقر الأمانة العامة للجامعة. ويبحث أبو الغيط مع ميقاتي آخر التطورات على الساحة اللبنانية، وذلك في إطار زيارة ميقاتي إلى القاهرة. وكان رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قد استقبل بمطار القاهرة الدولي نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية له. المزيد نتابعه مع الزميلة شيرين مجدي. إليك شيرين. بالفعل إنجي، كما ذكرتي، استقبل السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والذي يجري زيارة رسمية إلى القاهرة لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين. لو نتحدث عن ما دار في اللقاء، كان لقاء ثري حول الأوضاع في لبنان، حيث أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعمه الكامل للبنان للخروج من أزمته الحالية والتي تلقي بظلالا اقتصادية واجتماعية. وأكد أبو الغيط خلال اللقاء دعم ثقته في ميقاتي لحل هذه الأزمة الحالية، خاصة في ظل ما تتمتع به لبنان من شبكة علاقات عربية ودولية واسعة. وأكد أيضا أبو الغيط على أهمية أن يكون هناك توافق داخلي في لبنان لحل أزمته الحالية واستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، وأهمية أن يكون للبنان شبكة دعم عربي مع الدول العربية وتدعيم علاقتها مع الدول العربية المحيطة بها للخروج من أزمتها الحالية. وأكد أيضا أبو الغيط خلال اللقاء الذي تم منذ قليل عن ارتياحه لما تم في التطورات الأخيرة والتي ساهمت في حل الأزمة مع المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، تلك الأزمة التي شهدناها خلال الفترة الماضية. وأكد أيضا أو ناشد كافة الأطراف العربية والدول العربية للوقوف بجانب لبنان للخروج من أزمتها الحالية. على الجانب الآخر، أكد ميقاتي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب هذا اللقاء أنه جاء لجامعة الدول العربية لشكر الأمين العام على دعمه للبنان في ظل أزمته، وكذلك أيضا دعمه وتواصله الدائم والسباق مع لبنان واللبنانيين لتقريب وجهات النظر ما بين كافة الدول العربية ولبنان وباقي الدول، خاصة في ظل الأزمة الأخيرة، حيث كان من ضمن جهود جامعة الدول العربية أن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام ذكي كان قام بزيارة إلى لبنان مطلع الشهر الماضي في محاولة لتقريب وجهات النظر بين لبنان وبين دول الخليج على إثر الأزمة التي أدت إليها تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي. وفي ذلك الحين كانت لبنان أكدت أن هذه التصريحات لا تعبر تماما عن الموقف اللبناني الرسمي. ربما دي أبرز ما تم خلال اللقاء. إنجي، بالعودة إليك مرة أخرى. شكرا جزيلا لك يا زميلة شيرين مجدي على كل هذه التفاصيل وكل هذه المعلومات.